السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذا المصطلح الحقيقة القانونية والمجاز القانوني. قلنا إن القانون يبنى على الحقائق، فالنص القانوني لا يصح ولا يجوز بحال أن يستعمل المجاز أو الإلغاز في ألفاظه ولا في تراكيبه ولا في جمله ولا في فقراته ولا عباراته ولا سياقاته، هذا ممنوع مطلق، يمتنع هذا على المشرع وعلى المفسر مطلقا. نقول إن الأصل في القانون هو الحقيقة، فالنص القانوني يبنى على الحقائق لا على المجاز ولا على الإلغاز. القاضي يفهم ويطبق القانون في ضوء النص والوقائع، فلا مجاز ولا إلغاز. المحقق السيد وكيل النيابة يقوم بتحقيقاته بناء على واقعات ومشاهدات وبناء على شهود وحقائق وقرائن بلا إيجاز ولا إلغاز. الحكم القضائي يسرد حقائق ويكيف وقائع ويحكم بعقوبات حقيقية أو تدابير حقيقية يمكن لنا أن نقيسها زمنيا أو نقيس بقياسات قانونية تبعا للتنظيمات القانونية مثل الجناية والجنحة والمخالفة، ومعروفة هي العقوبات في حدها الأقصى وفي حدها الأدنى في كل من هذه المساقات الجنائية الثلاث. ولكن هل يعني ذلك أنه ليس هناك مجاز ولا إلغاز ولا تورية ولا تكنية في القانون؟ نقول هناك ذلك المجاز قائم. ولماذا يدخل المجاز القانون؟ وفي أي من المواطن والأوضاع يتجلى هذا المجاز وذلك الإلغاز؟ بداية، المجاز يدخل القانون لأننا بشر، ففي الأخير هذه ظواهر، وإن كانت ظواهر اجتماعية ووقائع حقيقية إلا أننا بشر، فالظواهر الإنسانية ليست هي مثل الظواهر الطبيعية حذ القذة بالقذة، ولكنها تختلف، ومن ثم المدارس الاجتماعية الأرجح أن الظاهرة الإنسانية تخضع لسياق ومساق التفسير خلافا للظاهرة الطبيعية التي تخضع للتكميم والقياس والتجريب. وتجلى هذا المجاز في لغتين شهيرتين، لغة الاتهام ولغة الدفاع. ولماذا يتجلى المجاز في هاتين اللغتين؟ يتجلى المجاز في هاتين اللغتين لمحاولة تقريب الصورة وتقرير الحقائق بلغة تقريبية يستوعبها السادة القضاء والسادة القانونيين والسادة المعنيون بشأن الواقعة محل الطرح. انظر مثلا إلى مرافعة عضو النيابة عندما يقول إن هذا الذئب البشري ارتكب من الإجرام ما يشيب له الولدان وما تخر له الجبال هدا. وانظر عبارات مثل هذا الذئب البشري، وانظر أيضا إلى مثل هذه العبارات إن هذا المجرم الشقي لهو سرطان يمشي على الأرض يصيب المجتمع في أفراده في قطاعاته ومؤسساته بسرطانه، فيجب اجتثاثه وإراحة المجتمع منه إراحة، وأن مصيره الحقيق إنما هو بين أحبال المشنقة. هذا على سبيل المثال خطاب مجازي، خطاب بلاغي يعبر عن حالة هذا المجرم بألفاظ مجازية تعظم وتهول وتكبر مخاطر هذا المجرم أو هذا المتهم أو هذا المحكوم. وانظر أيضا إلى قول الدفاع عندما يدافع عن نفس المجرم، يقول إن هذا ضحية المجتمع، إن هذا الذي سار في ركب خطاياه ينبغي أن نتلمس له الرحمة وأن نراعي ما مر به من ظروف وما عاشها من صروف، ومن ثم ألتمس من عدالتكم إيداعه مؤسسة صحية
دمتم بلغاء نابغين متألقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.